الفعل ما دل على معنى حدث مقترن بزمن، فإن كان الحدث ماضيا كان الفعل ماضيا، وإن كان الحدث حاضرا كان الفعل مضارعا، وإن دل الفعل على طلب العمل، طلب حدوث العمل، كان الفعل فعل أمر مثل حضر. إذا الفعل يتألف من شرطين أساسيين، هما أن يدل على معنى، أي أن يدل على حدث على معنى الفعل، مثل أعطاكم الفعل لعب يدل على حدث وهو اللعب. طيب النقطة الثانية والشرط الأساسي للفعل هو أن يقترن بزمن، فالفعل لعب دل على حدث واقترن هذا الحدث بزمن ماض، أي وقع وانقضى قبل زمن التكلم. شوفوا طلاب، احنا أخذنا بالدرس السابق الاسم القسم الأول من أقسام الكلام، وبينا بأنه يدل على معنى، والفعل أيضا يدل على معنى، ولكن الفعل بماذا يختلف عن الاسم؟ يختلف بأن الفعل يقترن بزمان، أما الاسم لا يقترن بزمان، لأن الاسم يبقى على حاله لا يتغير بمرور الوقت، بينما الفعل يتغير بتغير الزمن. إذن يتأثر بعامل الزمن، الفعل يتأثر بعامل الزمن، أما الاسم يبقى على حاله. وبهذا بما أن الفعل يتأثر بالزمن فهو يقال ثلاثة أنواع. النوع الأول هو الماضي، والثاني الفعل المضارع، والثالث الفعل الأمر اللي يعطي دلالة المستقبل. إذا كم صيغة للفعل؟ ثلاثة صيغ اللي هي الماضي، المضارع، الأمر. نأخذ صيغة صيغة ونشرحها بالتفصيل. الفعل الماضي، الفعل الماضي هو ما دل على زمن مضى وانقضى، وكل الفعل قد حدث ووقع قبل زمن التكلم. يعني من اسمه فعل ماضي، أي أعطى دلالة الحدث في زمن مضى قبل زمن التكلم. ما هي العلامات التي تميز الفعل الماضي عن الفعل عن بقية الأفعال اللي هي، أو بقية الصيغ اللي هي الأفعال المضارعة وأفعال الأمر؟ أولاً تاء الفاعل، تاء الفاعل طلاب، هذه التاء التي يصح أن نضع فوقها الضمة والفتحة والكسرة. إذا تاء الفاعل تأتي مرة مرفوعة، وثانية منصوبة، وثالثة مجرورة. شوفوا طلاب، أعطيكم مثال. كتبت الدرس، تاء الفاعل يصح اتصالها بالفعل الماضي. كيف؟ راح نأخذ مثال. كتبت الدرس، كتب، إيش تلاحظون؟ فعل ماضي. إذا الحروف الأصلية لكلمة كتبت هي كتب من ثلاثة حروف، كاف والتاء والباء، هذه الحروف الأصلية. أما التاء هنا فهي مزيدة، هذه التاء هي تاء الفاعل، كتب معنى، ولكن ما به هذا المعنى؟ اقترن بزمان، هذا المعنى اقترن بزمان، ألا وهو زمن الماضي، زمن قبل زمن التكلم. كتبت التاء، تاء الفاعل، إذن كتب فعل ماضي مبني على السكون، لماذا؟ لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الدرس، الفاعل دائما محتاج إلى إيش؟ إلى مفعول به. ليس دائما، وإنما هناك بعض الجمل التي لا يتم معناها إلا إذا أضفنا المفعول به، تكون جمل ناقصة. هنا كتبت الدرس بحاجة إلى مفعول به، إذن مفعول به دائما منصوب وعلامة نصبه الفتحة إذا كان مفردا، وينصب بالحروف إذا كان مثنى وجمع مذكر سالم وإلى آخره، أو من الأسماء الخمسة. طلاب، نأتي على العلامة الثانية من علامات الفعل الماضي، ألا وهي تاء التأنيث. تاء التأنيث هي التاء الساكنة، أيضا يصح اتصالها بالفعل المضارع.
أعطاكم العفو بالفعل الماضي، أعطاكم مثال لعبت وضربت وكذلك أشرقت الشمس. أتلاحظون طلاب أن هذه التاء لا نحركها لا بالضم ولا فتح ولا الكسرة، نقول أشرقت الشمس أي بالسكون. لاحظوا طلاب إذا حذفنا التاء راح يكون الفاعل موجود، وإذا التاء هنا ليست فاعل وإنما التاء هنا لا محل لها من الإعراب. أشرقت الشمس أشرق فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بتاء. شوفوا طلاب بنيت على الفتح، لماذا؟ لاتصالها بتاء التأنيث، بينما لو اتصل بتاء الفاعل كان بنينا الفعل الماضي على السكون. مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة، وتاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. الشمس راح تكون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذا الفعل الماضي حدث دل الفعل الماضي دل على حدث قبل زمن التكلم، وعلاماته تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة. هذه الصيغة الأولى من الأفعال. الصيغة الثانية هي الفعل المضارع. الفعل المضارع أيضا لديه علامات تميزه عن بقية الأفعال، سنرى ما هي الآن. أولا نعرف الفعل المضارع، أيضا يدل على حدث، ولكن ما به هذا الحدث يقترن بزمن في أثناء التكلم أو بعده، أثناء التكلم أو بعده، دلالة على أنه، شوفوا طلاب راح أوضح لكم هذه المسألة، ما المقصود أثناء التكلم أو بعده. أقول لك يكتب الدرس، يكتب الدرس أي يكتب الآن. سأكتب الدرس، سأكتب الدرس أيضا، سأبدأ بكتابة الدرس. إذا أنا أبدأ بمشروع الكتابة، وبهذا يكون الحدث مقترن في زمن الحاضر، الزمن الذي أنا بصدده، الذي أنا به، مثل الآن أنا ألقي المحاضرة، إذا هذا زمن الحاضر، زمن التكلم. علامات الفعل المضارع ما هي؟ أولا قبوله السين وسوف في بدايته، نقول سيكتب الطالب الدرس، سيكتب أي سيبدأ بفعل الكتابة، إذا هذا مفهوم الفعل المضارع، أو يعطي مفهوم أنه حدث اقترن بزمن، ألا وهو زمن التكلم. شوفوا طلاب السين حرف استقبال، يكتب فعل مضارع. لماذا فعل مضارع؟ كيف استنتج انه فعل مضارع؟ اولا ما اعطاني دلالة الفعل الماضي، وثانيا انه بدأ باحد حروف المضارعة المجموعة بكلمة انيت اللي هي الياء. يكتب، اذا يكتب فعل مضارع. ما به هذا الفعل موقعه الاعرابي هنا؟ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. شوفوا طلاب قبل قليل أعربنا الفعل الماضي، ماذا قلنا؟ قلنا فعل ماضي مبني. أما الآن الفعل المضارع نقول بأنه مرفوع. لماذا؟ لأن ميزة الفعل المضارع يأتي بصيغتين أو يأتي على هيئتين، يأتي إما معرب وإما مبني. يكون لديه الفعل المضارع فيه حالات بناء وحالات إعراب، هو الفعل الوحيد الذي لا يأتي دائما مبني، وإنما قد يأتي معربا ويأتي مبني. طلاب أما الفعل الماضي والفعل الأمر دائما مبنيان، دائما نقول فعل أمر مبني مباشرة، فعل ماضي مبني. أما إذا جئنا إلى الفعل المضارع نقول فعل مضارع ونركز على حركة آخره، لأن الفعل المضارع يأتي معرب ويأتي مبني. ما المقصود بالإعراب؟ أي تتغير حركة آخره بتغير الظروف والعوامل الداخلة عليه، يأتي مرة مرفوع وثانية منصوب وثالثة مجزوم. هنا الفعل المضارع كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد، الطالب فاعل، الدرس مفعول به. نأتي إلى النقطة الثانية، أن يسبق بأداة نصب اللي هي لن، أن، كي. ما هي أدوات النصب؟ لن وأن وكي، نحو لن أتأخر عن معاونة البائس، أريد أن تحضر. إذا أن موضع الشاهد، أن تحضر، أن أداة
نصب وتحضر فعل مضارع منصوب، وأيضا موضع الشاهد في الجملة السابقة لن أتأخر، لن أداة نصب وأتأخر فعل مضارع منصوب. كذلك أن يسبق بأداة من أدوات الجزم مثل لم، لام الأمر، ولا الناهية. إذا ما هي أدوات الجزم؟ عدديها مع أو عددها مع المثال. أعطاكم مثال للم، لم يلد، لم يلد، وكذلك للام الأمر لتأمر بالمعروف، ولا الناهية لا تسرع في السير. شوفوا طلاب، عندكم مسألة مهمة هنا يجب أن ننوه عليها. أولا عندكم مسألة أن الفعل جاء مرفوع ومنصوب ومجزوم، لم نقل مجرور. لماذا؟ لأن الأفعال لا تجر. المحاضرة السابقة عندما شرحنا القسم الأول من أقسام الكلام أو الجزء الأول من أجزاء الكلام اللي هو الاسم، ماذا قلنا من علامات الاسم؟ قبوله الجر. إذا الفعل لا يقبل الجر، لا يصح أن يقول في ذهب، في يذهب، في حضر. إذا حروف الجر لا تدخل على الأفعال، لذلك الأفعال لا تجر وإنما تجزم. متى تجزم؟ عند دخول أدوات الجزم عليها. وما هي أدوات الجزم؟ لم لام الأمر، ولا الناهية. نحو لم يلد، لم أداة جزم، يلد فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. ما هي علامة الجزم؟ السكون بالنسبة للاسم المفرد. أما إذا كان من الأفعال الخمسة يكون علامة جزمه حذف النون. واضح طلاب؟ نأتي إلى ملاحظة، أعطاكم ملاحظة ذكرناها أتصور قبل قليل. يؤخذ الفعل المضارع من الماضي بزيادة حرف من حروف المضارع الأربعة المجموعة في كلمة أنيت. إذا ما هي حروف المضارعة مجموعة بكلمة أنيت؟ ملاحظة ثانية، هناك علامة مشتركة تدل على الفعل الماضي والمضارع، ما هي العلاقة المشتركة بين الفعل المضارع والفعل الماضي؟ سؤال مهم طلاب. إذا دخلت على الفعل الماضي دلت على أحد المعنيين وهما التحقيق والتقريب. إذا قد تدخل على الفعل، قد اللي هي كلمة قد تدخل على الفعل الماضي وأيضا تدخل على الفعل المضارع. متى أميز أن ما بعد قد هو فعل ماضي وما بعد قد هو فعل مضارع؟ أو ما فائدة قد عند دخولها على الفعل الماضي وما فائدتها عند دخولها على الفعل المضارع؟ طبعا تحقق فائدتين. أولا عند دخولها تدل على فائدتين أو معنيين عند دخولها على الفعل الماضي. أولا التحقيق، نحو قوله تعالى قد أفلح المؤمنون. قد هنا دخلت على فعل ماضي أفادت التحقيق، قد أفلح المؤمنون. أما النقطة المعنى الثاني الذي تدل عليه قد التقريب، نحو قد قامت الصلاة، دخلت على فعل ماضي وأفادت التقريب اللي هو اقتراب موعد الصلاة، قد قامت الصلاة. أيضا تدخل قد قلنا على الفعل المضارع، ولكن المعاني التي تعطيها مغايرة للمعاني التي أعطتها عند دخولها أو التي دلت عليها عند دخولها على الفعل الماضي. شوفوا طلاب، تفيد التقليل والتكثير. لازم تميزون بين معاني قد عند دخولها على الفعل الماضي وعند دخولها على الفعل المضارع. الفعل الماضي أفادت التحقيق والتقريب، الفعل المضارع التقليل والتكثير. أعطاكم مثال، قد يصدق الكذوب، قد يجود البخيل. لاحظوا طلاب، قد بعدها فعل مضارع، ما هذا الفعل؟ يصدق، بدأ بأحد حروف أنيتو، وكذلك هو معنى اقترن بزمن الحاضر. طلاب قد يصدق الكذوب، أي هو الصفة الغالبة عليه كذوب، لكن ربما قد يصدق في بعض الأحيان. قد يجود البخيل، وطبعا هذا لماذا قلنا يفيد التقليل؟ لأن نادرا ما يجود البخيل، هو صفته البخل، فكيف يجود؟ كذلك النقطة الثانية التكثير، قولنا نحو قد ينجح المجتهد. ينجح المجتهد، طبعا المجتهد الصفة يعني المجتهد دائما
أو أغلب المجتهدين ينجحون، يعني هو هذا الشخص يجتهد على نفسه، إذا النتيجة ستكون النجاح. قد يفعل التقي الخير أيضا، التقي أفعاله تكون إيجابية، وهذه الأفعال من ضمنها فعل الخير. إذا فوائد قد بيناها عند دخولها على الفعل الماضي وعند دخولها على الفعل المضارع. نأتي إلى الصيغة الثالثة والأخيرة من صيغ الأفعال، ألا وهي الفعل الأمر. بينا أن الفعل الماضي ما على ماذا يدل وما هي علاماته، وكذلك بينا الفعل المضارع على ماذا دل وما هي علاماته. نأتي على الفعل الأمر ونعرفه وبماذا يتميز عن بقية الأفعال. الفعل الماضي يتميز عن الفعل الأمر والفعل العفو الفعل الأمر يتميز عن الفعل الماضي والفعل المضارع بأنه يدل على صيغة الطلب، فتحقق الفعل يقع بعد زمن التكلم. يعني أنا أقول لكم هيئوا التقارير، أنا أطلب منكم أن تهيئون تقارير، لكن التقارير ما راح تتهيأ بنفس الوقت، راح تقومون بتهيئتها الشرحة في المحاضرة اللاحقة. هذا مثال تقريبي، أعطاكم مثال. إذن الفعل يدل على الطلب يقع بعد زمن التكلم، أي ليس أثناء وقت ليس وقت التكلم. علاماته، ما هي علاماته؟ أولا يدل بصيغته على طلب، مثل تكلم الحق، أي أنك تطلب من الآخر أن يتكلم الحق، تطلب منه أن يتكلم الحق. ثانيا قبول ياء المخاطبة، قبول ياء المخاطبة، ياء المخاطبة طلاب، مثاله قوله تعالى فكلي واشربي وقري عينا. شوفوا طلاب، فكلي كلها بها أمر، اشربي قري كلها ما بها صيغ أمر ولكن تنتهي بياء المخاطبة. إيه هذه الأفعال الثلاثة الأساسية باللغة العربية، ماضي مضارع وأمر، ليس هناك فعل آخر غير هذه الأفعال الثلاثة. نأتي إلى القسم الأخير من أقسام الكلام، ألا وهو الحرف. أخذنا الاسم وبينا أنواعه وعلاماته، وكذلك أخذنا الفعل وبينا ما المقصود منه وما هي الصيغ الأساسية للفعل اللي هي الفعل الماضي والمضارع والأمر. نأتي إلى الحرف، ما به الحرف؟ الحرف هو القسم الأخير من أقسام الكلام، لكن لا يظهر معناه إلا إذا اقترن بغيره. إذا الحرف لو جاء لوحده مثل نقول في، لم، على، هذه لا تعطي معنى إلا إذا اقترنت بغيرها من الأسماء والأفعال. إذا يحتاج إلى علامة تميزه عن غيره، أي لا يقبل علامة من علامات الاسم والفعل. العفو، لا يحتاج إلى علامة تميزه عن غيره، أي لا يقبل علامة من علامات الاسم أو الفعل. الحروف قسمت أيضا إلى ثلاثة أقسام، حروف تختص فقط بالأسماء أي تدخل فقط على الأسماء، وحروف تختص فقط بالأفعال أي تدخل على الأفعال فقط، وحروف تجمع بين الأسماء والأفعال أي تدخل على الأسماء وتدخل أيضا يصح دخولها على الأفعال. أولا شرح لكم هي بصورة تفصيلية، حروف متخصصة بالأفعال أي تدخل على الفعل فقط ولا يصح دخولها على الأسماء. حروف الشرط اللي هي لو ولما، يقول لو جئت، لاحظوا جئت هنا فعل، لو دخلت على الفعل، إذا لو شرطية تدخل، هي حرف ولكن يصح دخولها فقط على الأفعال. لو جئت لأكرمتك، لما جاء أكرمته، إذا لو حرف امتناع لامتناع، لو جئت لأكرمتك هو لم يأتي. أما لما هي حرف وجود لوجود، لما جاء أكرمته. لاحظوا طلاب، نأتي إلى النقطة الثانية اللي هي الحروف، الحروف التي تنصب المضارع. احنا ذكرنا أنه هناك أدوات وحروف تدخل على الفعل المضارع فتنصبه، نحو قوله تعالى فرددناه
إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. شوفوا طلاب كي موضع الشاهد، كي هي أداة نصب وهي تعد من الحروف، تقر تقر فعل مضارع منصوب. إذن الحروف التي تنصب الفعل المضارع تدخل ضمن الحروف المتخصصة بالأفعال. أيضا الحروف التي تجزم الفعل المضارع لم ولام الأمر ولا الناهية، وكنا قد فصلنا القول بها مسبقا في موضوع الفعل المضارع، نحو لم أسافر، أي لم أتأخر. لم أتأخر، لاحظوا طلاب هنا فعل مضارع، إذا لم أين دخلت؟ دخلت على الفعل ولم تدخل على الاسم، لا يصح دخولها على الاسم. إذا ما هي الحروف التي لا يمكن دخولها على الأسماء؟ حروف الشرط، وحروف التي تنصب المضارع، والحروف التي تجزم الفعل المضارع. نأتي إلى النوع الثاني من الحروف، ألا وهي قبل ما ندخل إلى الحروف المتخصصة بالأسماء، هناك ملاحظة كثير من الطلاب يسأل كيف أفرق بين لام الأمر ولا الناهية. الطلاب جدا المسألة جدا بسيطة، أن لام الأمر يطلب بها حدوث الفعل وحصوله مباشرة، بها صيغة أمر حصوله مباشرة، أقول ليفتح كل منكم كتابه، أطلب منكم بالوقت الحالي كلكم كل منكم أن يفتح كتابه، إذا حصول الأمر مباشرة. أما لا النافية فيطلب بها الكف عن الفعل، الأولى حصول الفعل، الثانية الكف عن الفعل، من اسم ناهية. إذا أقول لا تتراجع، لا تتراجع، أنا أنهيك عن فعل التراجع. نأتي إلى الحروف المتخصصة بالأسماء، حروف الجر، من في على، نحو سلمت على الطالب، سلم فعل ماضي والتاء فاعل، وعلى حرف جر اللاعب اسم مجرور. إذن هنا اللاعب اسم أم فاعل؟ اسم، لماذا اسم؟ لأنها دلت على معنى فعل. عندنا حروف مشبهة بالفعل أيضا إذا تتذكرون ليت ولعل، من أخوات كان، من أخوات كان العفو، واللي راح ناخذها بشكل مفصل لا تفيد التمني، تفيد الترجي العفو. لعل الفريق يفوز، لعل الفريق يفوز، الفريق هي اسم وليس فعل، صح دخول لعل عليه. هناك حروف مشتركة بين الأسماء والأفعال، أي يصح دخولها على الاسم ويصح دخولها على الفعل أيضا. هذه الحروف ما هي؟ حرف الواو، الحروف العطف، الواو الفاء وثم، الواو وفاء والفاء وثم، الواو والفاء وثم، نقول جاء اللاعب ثم المدرب، جاء اللاعب ثم المدرب. ثم حرف عطف، المدرب ما به؟ المدرب، المدرب اسم. طيب من يجيني بجملة فيها ما بعد ثم فعل وليس اسم؟ أقول أأكل ثم أشرب الماء، ثم أشرب الماء، ثم عطف حرف عطف، أشرب راح تكون فعل مضارع. أيضا حرف الاستفهام، خصص الاستفهام مجموعة من الحروف، لكن هنا خصص فقط الهل والهمزة، حرفين من الاستفهام اللي هي هل والهمزة، أيضا يصح دخولها على الأسماء والأفعال. أذهب سعيد أم علي؟ أذهب سعيد أم علي؟ ذهب فعل، صح دخول الهمزة عليه. واضح طلاب؟ أيضا أدخل الهمزة على الاسم، أقول هل
هل زيد موجود؟ هل زيد موجود؟ إذن ما بعد هل حرف الاستفهام اسم زيد، إذن يصح دخول حرف الاستفهام هل والهمزة على الأسماء والأفعال. إذن هذه حروف مشتركة بين الأسماء والأفعال. إذن طلاب نعيد بصورة سريعة، الحروف ثلاثة أنواع، حروف متخصصة بالأسماء، وحروف متخصصة بالأفعال، وحروف مشتركة بين الأسماء والأفعال. الحرف لا يعطي معنى إلا إذا اقترن بغيره، أما إذا جاء لوحده فلا يكون معنى صحيح. إلى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم، شكرا لحسن إصغائكم.